مرتبين الوضع انه رقيه بعد ما نروح للعناوين. يلا حبيبي فراس روح للعناوين. رقيه ماكو راحت خلاص تم موضوعين بعد. زين يلا شنو العناوين؟ العناوين اي شو يلا شنو العناوين؟ بالنسبه العنوان الاول راح ننتقل بضيف، العنوان الثاني راح ننتقل همين بضيف، العنوان الثالث هم ضيف هم ضيف، والعنوان الرابع هم ضيف. اليوم كم ضيف عندك؟ اليوم عندنا اربع ضيوف ما شاء الله. واولهم منو؟ صديق رقية وزميلها كذا بلا صديقي ولا زين. أنا جدا سعيد اليوم إنه شفتك رقية. أهلا وسهلا. راح يبقيك فراس واقفة هيك راح تقعدين ونسولف. لا راح نسولف راح نسولف، خلينا نروح للعناوين. ماشي. بس أنت مو حق أربع ضيوف. بس والله عندنا أربع ضيوف اليوم تدري؟ أها. إي كلها ضيوف. نرحب بعليا، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا في بيتك في الشرقيه، انت انطلقت من الشرقيه. الحمد لله. وسعداء بنجاحك، ممكن الصوت بس، سعداء بنجاحك اللي تحققه، فشلونك وشلون ولايتك؟ والله شفت الاحراج بالبدايه، الاحراج خلاني بفراس دخلني على العناوين، ما منطيني ولا عنوان. لانه بهوايه الله يساعدك هوايه هوايه زين تحملت فراس. سوي يا حلقه احكي لك عن الكواليس وعن فراس. نستضيفك وتحكي لنا عن معاناتك ويا فراس. الحمد لله والشكر، البرنامج خير واحنا حاليا بالموسم الثالث وعندنا هواي خطط للمستقبل وشويه تدرين يعني صعوبات العمل في بغداد. احنا نعمل في بغداد، البرنامج بالكامل ينجز في بغداد طبعا. هذا يحسب لكم انه، وهذا البرنامج الساخر اللي ينتقد تفاصيل الحياه اليوميه كلها بكل مفاصلها السياسيه اجتماعيه ثقافيه رياضيه، اكيد يحتاج من عندك متابعه يوميه، ويمكن ماكو لا شارده ولا وارده الا تتوقف عندها. انت تكتب هذه الحلقات وانت تخرجها ومعك طاقم عمل طبعا. واحنا بورشه نشتغل احنا بالاغلب. أي. يعني اغلب المشاهد انت الموسم الثالث انطلق بشهر السابع. نعم. بعد موسمين يعني قرأت لك تقول انه في الموسم الثالث راح نتعدى الخطوط الحمراء. في الموسمين الاولى كنت تحت اي سقف حريه تعمل؟ وهل كانت هاجس نبض انه الى اي مدى ممكن انت تتحرك بالشارع العراقي بهكذا برنامج؟ هو البرنامج اصلا بدا ونجح بالسوشيال ميديا. نعم. فما كنا متوقعين هذا حجم النجاح، يعني بالبدايه من كنا نشتغل ببرنامج، انا هذا البرنامج مثلا خلينا نقول رقم 20 في حياتي مشتغله. فانا اشتغلته مثل ما اشتغل البرنامج اللي قبله. جيت بنفس الاخلاص والتفاني وحب النجاح. لكن النجاح مو متوقع، يعني اجى نجاح جدا عالي، يعني نسبه مشاهدات عاليه. خلتنا كنا في مأزق انه الجمهور دائما يطلب الاكثر. من بدينا نحكي عن تفاصيل الحياة الاجتماعية في العراق، ننتقد فلان شخصية، ننتقد مطرب، فنان، سياسي، الموضوع بالبداية كان بي خوفه، لكن مرينا بأزمات قاتلة. من طلعنا من عدها عرفنا بأنه ماكو مساومة لازم تصير لو تقول الحقيقة كاملة. يعني مو مال الظل انت من بعيد تأشر، لا احكي عن الحقيقة بدون شخصنة. هذا ما راح يروي المتلقي. اي طبعا. يعني واحنا ما نريد نشخص نص اي نعم. يعني نقول مثلا انه الخلل يم فلان الفلاني، لا احنا نقول اكو خلل. هاي القضيه اللي تصير مثلا في دائره الجمارك، في دائره التقاعد، في دائره الهجره والمهجرين، في 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 يعني لسان حال الناس. اي انا ما الناس. انا ما اعرف من وزير الاسكان مثلا، من اجي احكي عن موضوع بالاسكان انا ما اعرف. مو ما اعرف، اعرفه بس انا ما مستهدفه شخصيا. نعم. هذا افضل ما اني اجي استهدف وزير الاسكان وانطيه فرصه مثلا، طبعا وزير الاسكان على سبيل المثال نحكي، او اي وزير كان. ما او اي مسؤول. اجي استهدفه شخصيا وانطيه فرصه انه يعتبر هذا الموضوع ابتزاز ومحاوله لل يعني لشخصنه الامور. لا. يعني انه بشكل شخصي انه انت تنتقد، انت بتحكي عن حاله عامه. رقيه انت هسه منتزين بالشارع ببغداد. المواضيع ما تخلص، مشاكل ما تخلص. صح. والناس بدوا يعني يحسون انه هذا منبر، انه تعال اريدك تحكي لنا على هذا الموضوع. انا كلمه اريدك تحكي لنا اسمعها باليوم 10 مرات. نعم. لانه هموم الناس ما تخلص، الفساد مستشري وماكو شيء يقضي عليه. يعني تخيل احنا وين وصلنا، فقدنا جزء من العراق وارهاب وداعش وكل هاي التفاصيل، وبعد لحد هسه الفساد موجود. يوميه ازمه. يوميه ازمه. يوميه ازمه. طيب
في حلقات بالفعل وجدت أن هناك يعني غير أنه هي التنفيس على المواطن وطرح القضية والحرية تتمتعون بها، وجدت أنه في حل لها؟ يعني اتصلوا بيك وقالوا لك أنه علي أنت اليوم هذا الموضوع صار انتباهنا وبالفعل أنت محق وبالفعل إحنا أخذنا إجراءات على أرض الواقع ونفذناها؟ إحنا أغلب الأمور اللي تنحل ما يبلغونا بها، لأنه هو دائما مخطئ يعتبر نفسه أنه يدارك ما يصلح. شو يقول لك؟ يقول لك يا بجابوا طارين أبو لا تبطيخ، فسدوها لها الشغلة. فما يجي يقول لك إيه، بعض الأحيان لا، أكو ناس يجون يقولون إحنا يدزونا كتاب رسمي إنه فلان حلقة عرضت فلان موضوع وصارت به فلان نتائج. وهذا الموضوع هواية، إحنا تقريبا كل حلقة نتعرض إلى 4-5 مواضيع ينحل معدها موضوعين أو 3، أقل شيء ينحل موضوع واحد أقل شيء. يعني دائما كل أسبوع إحنا عندنا فيدباك يجينا من المؤسسات ومن من المكاتب الرسمية. نعم. بس أنا أحكي لك شغله، هي تبقى المشكلة الأساسية هي برغبة الإصلاح. هذا هل هو أنه على مود نسكت هذا البرنامج ما نجيب نقد النفس، هل هو إصلاح جزئي وقتي كلي جذري بالمستقبل راح ترجع الأخطاء. أغلب المؤسسات الأخطاء سببها أنه يعني رجل المناسب مكان غير المناسب، غير موجود في المكان المناسب. هاي المشكلة يعني. فإحنا من نجي ننتقد، أولا إحنا ننتقد بأسلوب يعني نحمي نفسنا قانونيا. الحلقة دائما تعرض على خبير فيشوف إذا أكو بيها تجاوزات قانونية، حصل نفسكم، حصل نفسنا. وثانيا نعرضها بالطريقة اللي يعني دقة المعلومة، لأن مرات أكو شخص عنده غاية ضد هاي الجهة فيسرب لنا هاي المعلومة، ناخذها احنا وبعدين نبتلي بها نطلع معلومة مو صحيحة، تتحرون عنها. نعم. يعني في مصداقية فيما موجود، مو انه من خيال او انه تبنون على فكرة معينة وصلتكم. هذا حلو يعني، والحذر واجب. بس مع ذلك ايضا صارت لك مشكلة قبل فترة مع مشاكل العشائر. مشاكل يعني صارت لنا مشاكل عشائرية. شنو الدرس اللي طلعت به من هذه المشكلة تحديدا؟ والله يعني الخطأ اللي صار انا اتحمل جزء من عنده امانة، لانه احنا بذيك الفترة كنا نعيش ضغط كلش كبير، كنا نبدي الموسم الثالث. هذا الموسم المفروض كان يبدي بشهر الثاني 2017. نعم أبكر. لكن الأزمة أخذتنا 3 أشهر وراها جاء رمضان. فطلعنا بالموسم الثالث بعد رمضان. تجين السائلين تقول لي شنو الدرس، أقول لك أنه هذا نطال درس في مراجعة التفاصيل. مجتمعنا حساس. أكو برنامج عربي اسمه SNL بالعربي، بمشهد كلش رائع، مجموعة يعني سرى واقفين، فيجي واحد بالنص فده يحكي بدون قصد، فالمقابلة يفتهم انه هو ده يسيء للمريض، واحد يفتهم انه ده يسيء للون، واحدة تفتهم انه ده يسيء يعني للمرأة. يعني قصدك تتحمل التأويل. اي مجتمع حساس، مجتمعنا دائما يعني خالي قدام. شوف وين الحساسية واصلة. الحساسية واصلة بالعنصرية، انه انت عربي او مو عربي، بعدين بالطائفية انت من يا طائفة، بعدين بالمناطقية انت من يا منطقة، بعدين بالمحافظات، بعدين داخل المحافظة بالشارع، وصولا الى البيت. يعني مرة دا نحكي احنا عن قضية في شارع في منطقة في محافظة شارع. فصار علينا هجوم انه انتم متقصدين هاي المحافظة ومتقصدين هذه المنطقة. زين انا دا احلك مشكله، انا مو قصدي انه اقول اوكي اكو اساءه استخدام من المواطن، دا نبه عليها، مو بس المسؤول غلطان، المواطن غلطان، لا انتم متقصدين هاي المحافظه لانه ذكرتوا هذه المنطقه وذكرتوا هذه المنطقه. شوف الحساسين وين واصله. الله يعينك والله، الله يسعدك. طب زجيت بعناصر بهذا العمل ما قبل مثل امام الكاميرا واقفه وحققت نجوميه ونجاح، ومن ضمنهم اخوك. اي احنا يعني خل نكون صادقين، القناة الشرقية بعد 2003 هي القناة الوحيدة اللي صدرت نجوم، اللي سوت نجوم ابتداء من 2006 من الحكومات، وبدا يعني حتى كناس عندها الإمكانية والطاقة لكن نجمت من خلال هذه الكوميديا الوحيدة اللي انطرحت بعد 2003 هي كوميديا الكوميديا اللي طرحت بالبرامج الرمضانية لقناة الشرقية. كانت تستوعب كثير من الطاقات لأن كانت جماعية، بطولات جماعية يعني تلقين انت. فصار اكو عندنا خلينا نقول فد وسط صغير من الوسط الفني، هذا الوسط هم ذول نجوم الساحة. صحيح.
منافستهم صعبة. ليش؟ لأن إذا ما تنتج قناة قوية، برنامج قوي ينافس هذا هاي المجموعة، فما راح يطلع، ما راح يطلع منافس. إحنا فكرنا بغير طريقة، قلنا أوكي يعني إذا كان أستاذ إياد راضي أو الأستاذ حسان دعلوش كلهم أساتذتنا، أستاذ سعد خليفة أو كل النجوم اللي ظهروا بالشرقية بعد 2003، إذا هذول الناس هم راح مستمرين بالظهور، من الصعب تخلق وياهم من نفس الوسط منافسين. لازم المنافس يكون وجه جديد يعني. وهذا اللي أنا يعني هذا شوية تعبني الموضوع، لأنه أولا كيف تقنع قناة أنه تنتج لوجه جديد؟ صح. وأصلا إحنا عندنا أزمة مالية، كل القنوات تعاني من ضائقة مالية بسبب بعد داعش يعني، والإنتاج قل. فلا بدينا إحنا نفكر أنه نسوي. الشباب بالبداية كانوا ما يأخذون أجور، قابلين بتفاصيل إنتاجية بسيطة، لحد ما البرنامج نجح ووصل إلى المرحلة اللي وصلها، وفتح الباب لكل القنوات. هسه كل القنوات دا تحاول تجيب وجوه جديدة وتخلق نموذج مثل ولاية بطيخ. هذا الحمد لله والشكر، هذا يعني طبعاً يعني هذا يحسب لولاية بطيخ أنه هي اللي فتحت الباب أمام القنوات أنه تجيب وجوه جديدة. طيب خلينا نشوف مشهد ولاية بطيخ. هذا كان الموسم الثاني. هذا الموسم الثاني. بس الآن إحنا بالموسم الثالث. في موسم رابع؟ هو إن شاء الله في موسم. إحنا أصلاً يعني عندنا متعاقدين على موسمين، ومفكرين يعني نشوف البرنامج وين دي يتقدم وين دي يروح. احنا حاليا بنسوي تغييرات هواية. البرنامج بدون ما نحس دي يروح باتجاه الجمهور. الجمهور هو يعني بنسبة عالية يقود البرنامج بآراءه بطروحاته، لكن مو معناها انه الجمهور عاوز كده يعني بدنا نسوي مثل ما يريد الجمهور. لا، بس هو الجمهور عنده متطلبات هواية. هذا المشهد به قصة يعني، هو رمزيته عالية. ومن المشاهد حقق يعني بوقتها صدى كل الشبير. هذا يتحدث عن الموصل بعد ما تحررت. انه كنا نشوف البرنامج اكو رؤية انه من سيقود عمليات اعادة اعمار الموصل. لانه المتربصين هواية. اكو ناس يقول لك احنا شاركنا بالتحرير فلازم نكون موجودين. هاي المشاهد عندنا هواية يعني، دائما بين فترة وفترة ننزل مشهد بأبعاد سياسية اجتماعية فقط يعني، بترميز برمز فقط. شقد ما الجمهور يحب السؤال في الضحك والأشياء الجديدة، لكن أيضا يتفاعلوا هذا يعني تبث خلال الحلقة تبث وجهة نظر قضية معينة، لكن دون أنه أي بدون المساس بأحد. بدون المساس بأحد. هسه شفت إيران وتركيا والسعودية كلهم موجود، بس ماكو تماس يعني، ماكو هذا طريقة النقد بها تجريح. احنا مشكلتنا بال يعني بالعراق ظهرت هواي يعني قنوات ايديولوجية واضحة يعني، قناة طائفية يعني من اول لحظة. هو تحس بالخطاب، تحسين مو بس هذه، لا هو يروج للانفصال، يروج للنزعة الطائفية. احنا دائما نحاول واحد من اهداف برنامج النقض على هذا الموضوع. بس المتلقي العراقي ايضا متلقي ذكي. ذكي طبعا. يعني يحس بهذه يعني، ويتطور عنده الوعي بهذا الموضوع. بالضبط بالضبط. طب انت المسؤول عن كتابتها، قلت ورشه يشاركوك الاصدقاء في هم احنا من نقعد نكتب. احنا فريقنا 10 اشخاص. انا على صفحه، خلينا نبقى 9. التسعه مقسمين. الاربعه الاساسيين اللي هم اسسوا البرنامج وياي. وياهم 5 اشخاص جو تباعا. بس الخمسة يتفاوتون بالنجومية، بالظهور، بالحضور. يعني من الخمسة أكو عندي 2 أيضا هسه التحقوا بركب الأربعة وصاروا هم أنا مطلوبين ونجوم. الباقين ولد هم إسناد، دورهم الإسناد بالبرنامج. لأن يعني تعرفين استرقية البرنامج مو بس بطل يحكي، لازم أكو ناس بالإسناد هم عمالقة. يعني مثلا راحل عبد السلام النابلسي عاش ومات هو يسند المشهد فقط، ما يكون بطل إله، لكن يعلم مشاهد تعلم. موجود الأربعة الأساسيين. عندي 3 بيهم يكتبون. عندهم قدرة الكتابة، المؤثير وغسان وأوس. فأعتمد عليهم بكتابة مشاهدهم. مرات أنا أنطي الفكرة هو يكتب، أو مرات هو يجيب الفكرة وأنا أكتب، ومرات الفكرة من عنده وهو يكتب، ومرات لا الفكرة من عندي وأنا أكتب حسب جدول العمل مالت. نحن جدولنا شيء ارتجالي أثناء التصوير؟ مو ارتجال، ممكن حوار ارتجالي، لانه هذا حال بعض البرامج العربيه تصير بهذا الشيء من هذا النوع يعني، لانه في اكثر من بلد عربي خاصه في لبنان عندهم هذا النوع. صح. من
من البرامج. احنا ما نرتجل، شلون يصير الموضوع؟ احنا لازم عندنا نص والناس مقدس عندنا، يعني ما اقبل احد يتجاوز عليه، لان احنا من نكتب اكو مجموعه معاني لازم توصل، واكو المشهد مبني بناء علمي بدخول وبذروه وبنهايه. فمن نضيف لانه مثلا واحنا بدنا نصور باللوكيشن اختارينا موقع، الموقع بيه فد هويه معينه. فناخذ من الموقع مثلا الولد لبسوا ازياء معينه، ناخذ من الزي، ناخذ من الاكسسوار، من الادوات الموجوده. مره من المرات نصور مشهد فكانت اكو سياره واقفه، فوظفناها للسياره حتى نزيد في منطقيه الطرح، لانه دائما مشهد الكوميدي بمشكله جمهورنا مثل ما سولفت لك، يعني يقعد يقول زين هاي ليش هو سوى هيجي وفلان موضوع كذا. مرات نصور مشاهد وما تنعرض، لان احنا ما منتبهين على نقطه، يعني كتبنا المشهد وصورناه وما منتبهين مثلا انه احنا بدنا نحكي على قضيه صيفيه واحنا بالشتاء مثلا. او مثلا الاداه اللي دخلناها تغير بمنطقيه المشهد. انتم نفسكم تقومون بهذا الدور المراقب؟ يعني انتم نفسكم يعني من يقيم العمل بعد ما يخلص بالمونتاج ومراحله وقبل العرض، ام انت تقرر؟ هو احنا ايش عندنا المونتاج مرحلتين، المرحله الاولى اللي يسويها المونتير البرنامج اللي هي يربط المشهد، المرحله الثانيه اعيد مونتاجه من نواحي اخرى. مثلا في بعض الاحيان الله يساعدك، يعني هو لازم يعني هذا كل موسم، يعني طبعا رقيه اكون يعني هاي المسؤوليه احنا نتحدث عنها طبعا. انت مثلا تخيلي مرات بدون ما يقصدون الولد يجرح شخص بكلمه، احنا من نطرح اي حوار ممكن اثناء الحوار هو اساء لذوي الاحتياجات الخاصه بدون ما يحس، ممكن هو اساء لفئه من النساء بدون ما يحس. لانه اساءً بكل سهوله ايش اقول لك، اقول لك شيء مو على اساس انا عايش برا. هاي الكلمه بها اساءه للمغترب، ليش العايش برا شو بيه؟ العايش برا يحب العراق مثل ما انت تحب العراق. فاقول له لا هاي تنشال، هاي الكلمه بدون ما تقصد انت. هو ما قصد انه يصير مغترب، هو ايش يقول لك؟ يقول لك انا موجود قريب. متداوله على فكره، متداولة. هذا يعني احنا يكتبون ونسمعها. او مرات تنضرب يعني كمثل للناس اللي عايشه مرتاحه. قلت له منو قال لك الناس اللي عايشه خارج العراق مرتاحه؟ كل واحد مهموم بهم شكل. هذا هاي المراقبه الدقيقه، لانه النقد وين يجي؟ على هالتفاصيل. الناس تضحك وتونس، اكو عندك اقلام وكيبوردات قاعده لك على الوحده، قاعده على الكلمه، قاعده على الكلمه. طب العنصر النسائي يغيب عن التيم مالتكم؟ هو احنا تستعينون احيانا ببعض الضيفات. ضيفات احنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا انه برنامجنا يشتغل تقريبا 8 اشهر بالسنه متواصله، ما نوقف من نبدا الموسم. يعني احنا بدينا بالسابع، حسبينا 8 اشهر، يعني بالثالث يلا نوقف نستريح، يعني ناخذ راحه بسيطه وراها نرجع نكمل. البنيه في بغداد، اني كشاب ومجموعه الشباب اللي ويانا بنعاني معاناه كبيره على ما تكمل الحلقه. احنا ما نعرف وين نصور في بعض الاحيان. هسه مثلا بغداد عندك سريع محمد القاسم، السد من السد سريع محمد القاسم حياتنا كلها تغيرت، لان لازم نبدي نروح بطرق جانبيه وبطرق فرعيه ونتاخر. ومثلا المشهد اللي يتصور بثلاثه بغداد لازم تطلع بالعشره اذا عندك تصوير بثلاثه. هسه لا، راح تبين طلعين بثمانيه. البنيه مو مثل الولد، البنيه محتاجه ميك اب، محتاجه تجهز ادوات التنفيذ ببغداد. وانتم ولد تتحركون براحتكم طبعا، تتحملون يعني هاي المصاعب كلها. يعني شوف هسه بمصر دائما نشوفها اكو مثل الكرفان الخاص للممثلين. هذا مجهز، هاي في بلد مستقر. احنا ببغداد اكو هوايه اشياء من حق الممثل انا حارمه من عندها، لانه ما عندي ادوات. لما نجيب ماكير مرات نحتاج ماكير مثلا لعمل معين، ما نلقى. يجينا شخص كوافير حلاق مو ماكير. ماكير الفني موجودين بالعراق على عدد الاصابع ومشغولين. هاي مشاكل هوايه يعني نصادفها. لذلك البنيه راح تزيد علينا الحمل. والمشكله الثانيه مثل ما قلت لك بداية، رقعي البرنامج نجح بطريقه مفاجئه. فاحنا نجح بهالسيستم بهالقالب، خايفين نغير ونضيف ليقول لك هم خربوا من جابوا بنيه. تخيل انا اجيب ولد اضيفه يظل يعاني اربع خمس اشهر على ما ينسجم ويجمهور يتقبله. فما بالك هالبنيه، زين البنيه اللي راح اجيبها جميله قبيحه، يا دور حتمثل؟ انت النساء الدور النسائي اللي محتاجته، راج في ميت ثلاثه
هذا شو وحده ترهم تكون ام ترهم تكون قبيحه شايفه هاي الاشياء المتصابيه ورادك وحده جميله ومغريه بحيث يرهم لها هذا الدور ورادك ممثله جوكر تمثل كل بني التفاصيل الجوكر صعب تلقين وحده جوكر ومغريه وراء وسمينه وكتله يعني ما لو مكان ما كان موجود كان حل هالممكن ممكن يعني ممكن ايه. هذا رادة تحضير احنا برنامجنا اسبوعي هاي المشكله يعني والحلو انه مو كل البرامج اللي تم بثها على اليوتيوب نجحت تلفزيونيا هذا ايضا يحسب لكم لانه اليوم كثير من اليوتيوبر سواء رجال او نساء قدموا نفسهم لكن من خاضوا التجربه التلفزيونيه فشلوا لانه صح فهذا يحسب لكم فانه هذا النجاح انا شفت حلقات كثيره حقيقه يعني بالملايين مشاهداتكم فالحرص والمسؤوليه تتحدث عنها انا اشوفها في مكانها يعني في مكانها فالله يعينكم والله يسعدكم يعني تحيه لك وتحيه كل اللي شاركوا الشباب اللي شاركوا بهذا العمل طيب ايضا انت فيما صرحت تقول انه اريد اسوي برنامج اريد اروح اذهب باتجاه العربيه شو راح تحوله الى تاخذ هاي الخطوه احنا مشكلتنا مو بس مشكلتي مشكله كل الناس اللي يشتغلون بالاعلام بالعراق هي اللغه احنا حاجزنا عن العربيه اللغه لغتنا صعبه الفهم لهجتنا يعني لهجتنا حتى حتى بس متقبله علي اليوم طبعا متقبله يسمعون اغنياتنا ويشوفون طبعا مو الموسيقى فيها موسيقى هي الوحده لغه يعني هسه احنا عندنا مثلا محمد السالم واصل كل بلدان عربيه من الجيل الشباب وجود ايضا الجاليه العراقيه بكثافه في البلدان هذا ايضا اي طبعا بس مو احنا رقيه بنفس الوقت انت عندك جمهور جاهز داخل العراق هذا يريد كل اسبوع من عندك الوجبه اللي تقدمي لها نعم فمن من تحاولين انه تكسبين جمهور جديد هذا الجمهور الجديد شو يريد؟ يريد لغه بيضاء اكثر يريد صوره مفهومه اكثر من الملفوظ لانه مرات مشاهد كوميديه تخربين علينا الضحك بدون حكي هاي ما لها جنسيه هاي لا هي عراقيه ولا هي اماراتيه ولا هي مصريه هذا اللي احنا محتاجين ان نشتغل عليه انه نشتغل على الصوره الضحك بالفعل مو الضحك بالكلام وثانيا انه نبدي ننظف اللغه اكثر زين شبابنا ببغداد بالعراق بشكل عام يوميا يكتشفون شيء جديد باللغه بلهجتنا احنا والله اكو بعض الاشياء ما اعرفها مو يعني من مرات يكتبوها بالتعليق فاروح اسال عنها يعني شنو معنات هذا الشيء انا مرات اقرا شيء اقول اني اللي دا اكتب هاي الامور اقول لهم يعني شنو قصدهم بهاي الكلمه يعني فيقولون هذا يقال عن فهذا انا لازم اخلي بحسباني هذا الشخص اجيبه لان هذا جمهور واسع وبنفس الوقت انتقل لجمهور جديد اعتقد انه اليوتيوب والسوشيال ميديا فلشت كل الحواجز يعني عندنا هوايه عراقيين ناجحين في بلدان عربيه لانه اليوتيوب وصلهم الفيسبوك وصلهم فالموضوع مو سهل بدنا نحاول هسه نشتغل اشياء بسيطه على السنه الجديده راح نبدا نطرح مشاهد نراهن عليها عربيا انه هذا المشهد ما يكون عراقي بدنا نحاول نشتغل بمساحات تسويقيه بمصر وبالخليج حتى يتوسع البرنامج والعالم العربي هو يعني ايضا بحاجه يتعرف على وجوه عراقيه جديده صح. يعني هذه ايضا مسؤوليه والعراق اثبت نجاحه فاليوم يعني حتى اي مطرب عراقي هسه يطلع ممكن يكتسح ويوصل شوف البرامج اللي قد ضوت على اصوات شابه عراقيه صح اليوم هي يعني نجوم اليوم صح فلا بس انه بالقابليات التمثيليه ايضا صح. بس عندي اقل من دقيقه تحكي عن مشروعك الفيلم احنا هسه حاليا بدنا نحضر لفيلم سينمائي كوميدي بشراكه مع السينما العراقيه هذا الفيلم بقصة كلش رائعة تتحدث عن الطائفية وتحديدا عن يوم اللي تم به تفجير المرقدين انكم مجموعة شباب عندهم رحلة معينة اثناء هذه الرحلة يكتشفون بانه بدت بذور الطائفية بالعراق فهم دا يمشون نبدأ نكتشف شنو العقليات اللي وصلتنا لهالمرحلة وهذا المجموعة خلينا نقول هي هاي هذا الفريق اللي العراق محتاجه يكون بهالطريقه يفكر بهالطريقه يعني دول من مختلف الطوائف يكون هذا الفريق لكن ما فكروا بهذا اليوم بانه انت قتلتني لو انا قتلتك كانوا دي خافون على العراق لينهار بس باطار كوميدي ومواقف كوميدي اتمنى ان تلقى هناك جهه منتجه إن شاء الله. يعني يخرج هذا الفيلم بالشكل المطلوب بالمواصفات الحديثه الان ان شاء الله علي جزيل الشكر
اليوم لحضورك وبعد لا تخليني اليوم قلت لي انت بتشي شفت بالحلقه شفت انا موجوده بولاد بطيخ ايوه ويا جليله مو جليله ما جت بالعاشر البغداد قلنا نجينا لا انت تجي لا بس اوضح لك والله هو فراسي لح يعني هي متفقه انه ما تغني بس فراس سوى الا تغني طب انا على الهوا شو اقول لفراس يعني فراس ما تقبل تغني فكل التوفيق شكرا جزيلا واتمنى لك الكل النجاح طبعا واحنا ايضا بصور المتلقي العراقي بحاجه لهكذا نوعيه من البرامج هي ترفه وايضا تخلي ايدها على الجرح وتعلم على الشغلات حبا بعراقيتنا حبا بعراقنا لانه دائما احنا نحب يكون باحسن صوره فاحنا ابناء احنا نشخص اخطائه ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا وقعي شكرا على استضافتك شكرا شكرا